الوضوء تقدم معنا ينوي يسمي يغسل الكفين استحبابا وفي نوم الليل وجوبا ثم يتمضمض واستنشق واستنثر يغسل الوجه مع تخليل اللحية وجوبا إذا كانت خفيفة وإذا كانت كثيفة استحبابا تخليل ثم اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتي في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما دون أن يأخذ ماء جديد للأذنين ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ويخلل أصابع الرجلين بخنصري استحبابا اليمنى ثم اليسرى يتوضأ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات ومسح الرأس ليس فيه إلا مرة واحدة.